أهلا بكم من جديد. خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة الصناعة وتجارة الشارقة، كشف معرض الشارقة الدولي للكتاب عن تفاصيل دورته 33 التي تقام في الفترة ما بين 5 و15 من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة. الزميلة ديما نجم حضرت المؤتمر وأعدت هذا التقرير. بمشاركة نخبة من الروائيين والإعلاميين والمفكرين والفنانين والأكاديميين وكبار الطهاة، ينطلق معرض الشارقة الدولي للكتاب في 5 من شهر نوفمبر المقبل ليعرض مئات الآلاف من الكتب في مختلف المجالات على مساحة 13,500 متر مربع، ما يتيح فرصة كبيرة أمام عشاق الكتب والمطالعة للتعرف إلى جديد دور النشر والكتاب العالميين. هناك مشاركة 1256 دار نشر من 59 دولة من مختلف أنحاء العالم، تقدم أكثر عن 1,000,000 عنوان على أرفف معرض الشارقة الدولي للكتاب. وجود الكاتب العالمي دان براون لأول مرة على مستوى العالم في معرض للكتاب، على مستوى العالم في معرض الشارقة الدولي للكتاب، صاحب دافنشي كود، صاحب الملائكة والشياطين، هذا الكاتب العالمي الذي يعد الأبرز من نوعه. وجود الفنان الكبير وصاحب السعادة عادل إمام في معرض الشارقة الدولي للكتاب لأول مرة يقابل الجمهور على مستوى العالم مباشرة في حوار. وجود الإعلامية الكبيرة، الكاتبة الكبيرة والروائية العالمية إحلام مستغانمي لتطلق كتابها الجديد لهفتي لك هذه السنة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، يريك ماذا وصل إليه هذا المعرض. يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب رابع أكبر معرض للكتاب في العالم، إذ يستقطب مئات آلاف الزوار من كافة أنحاء المعمورة، ويشتمل على العديد من الأنشطة وعوامل الجذب التي تتوجه إلى مختلف فئات الزوار. ويحظى زوار المعرض بحسومات كبيرة على أسعار الكتب المعروضة بنسبة 25% من سعر الناشر، في حين تتاح الفرصة للمؤلفين لكي يلتقوا مع قرائهم ويتفاعلوا مع مجموعة من أفضل الكتاب العالميين، بينما تشكل مدة المعرض الطويلة نسبياً عامل جذب للعارضين. وقد سجل المعرض أرقاما قياسية في مختلف مجالاته، إذ يشارك فيه مئات العارضين سنويا. طبعا معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد من أهم وأكبر المعارض على مستوى العالم. حاليا نحن على مستوى العالم الرقم 4. وجودنا في هذا المركز يعتبر شيء مهم مقارنة بمعارض الكتب العالمية التي تسبقنا زمنا وتسبقنا أيضا حجما. حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب تقديرا عالميا كفعالية دولية مرموقة، فنال عضوية العديد من المنظمات الدولية مثل المجلس الأفرو الآسيوي للكتاب واتحاد الناشرين العرب ولجنة مجلس التعاون الخليجي المشتركة للكتب، كما حظي أيضا باعتراف اتحاد الناشرين الدولي. على مدى 32 عاما حقق معرض الشارقة الدولي للكتاب نجاحات عالمية، وها هو اليوم يعلن عن تفاصيل دورته 33 التي تضم العديد من البرامج والفعاليات الفكرية والأدبية إلى جانب مئات الآلاف من عناوين الكتب. ديما نجم لأخبار الآن الشارقة. وحول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة من إمارة الشارقة الأستاذ سالم عمر سالم، رئيس المبيعات والتسويق في معرض الشارقة الدولي للكتاب. أستاذ سالم مساء الخير، أهلا بك معنا. في السابق عندما كنا نتحدث عن معرض كتاب كان الناس يتوافدون ربما بأعداد كبيرة، في الوقت الحالي أصبح البعض يتجه أكثر إلى الكتب الإلكترونية وإلى تصفح الإنترنت وعوضا عن الذهاب إلى المعارض وإن كان بشكل أقل من السابق. هل التطور الإلكتروني أصبح يهدد بشكل كبير الكتب والكتابة الورقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا السلام عليكم، أشكر قناة الآن على الاستضافة هذه. نتحدث اليوم عن معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يعد حاليا من أهم وأكبر المعارض على مستوى العالم. حاليا نحتل المركز الرابع على من حيث الحجم ومن حيث نوع الكتب أو نوعيات الكتب والعناوين المطروحة وحجم الزوار، الذي يدل بشكل كبير على دهفة الجمهور للكتاب الورقي. طبعا وجود الكتاب الرقمي شيء مهم، هناك تفاعل مع الكتاب الرقمي من قبل المستخدمين،
نحن لا ننكر هذا الشيء، ولكن بالعكس يعني عملنا عدة مبادرات لدعم هذا المجال، ولكن لنرى الأرقام من حيث عدد الزوار وتواجد الجمهور في هذه المعارض. مثلا السنة الماضية كانت أكثر من كان هناك أكثر من مليون زائر للمعرض، بما أن الكتاب الرقمي ينافس الكتاب الورقي لن نرى هذا الحجم من الإقبال من الجمهور إلا إذا كان هو متعطش للثقافة، فالثقافة لا تحدها. طيب في سياق تعطش إلى الثقافة الأستاذ سالم، جيل الأطفال الحالي هو جيل إلكتروني بامتياز، أصبح حتى البعض يسمونهم بجيل الآيباد، يعني أنه طفل من صغير يعني 4-5 سنوات بتلاقيه ماسك الآيباد. كيف يمكن أن نغرس روح الثقافة القراءة والكتاب عند أطفالنا؟ وجود الكتاب والتفاعل مع الكتاب الرقمي والبرامج الرقمية هي أحد الوسائل التي تجذب وتنمي ثقافة الطفل. نحن من خلال الفعاليات ومن خلال ورش العمل نحاول كثر الإمكان أن نجد طريقة مناسبة لهذا الطفل لكي يستفيد من في تعامله من هذه الأجهزة، من خلال تواجد عدد كبير من مطوري هذه البرامج لكي ينتجوا انتاج يناسب الفئات العمريه المتواجده عندنا في المعرض. نعم. تواجد عدد كبير من الاباء والامهات في محاضرات الخاصه بثقافه الطفل، بتفاعل الطفل مع الكتاب او اي برنامج مهم بالنسبه لهم. طيب أستاذ سالم، أيضا هناك جزئية أخرى وهي جزئية الإلكترونيات. حتى في المعارض نجد يعني بعض الأجزاء مخصصة للكتاب الإلكتروني، هل أصبح يعني الكتاب الإلكتروني تحدي كبير الآن أمام الكتاب الورقي؟ من منظوري أو من منظور ما نشاهده ليس هناك أي تحدي. لماذا؟ الكتاب الرقمي ووجود الكتاب الورقي، الكل يدعم الآخر. الكتاب الورقي نجد فيه المعلومة بطريقة معينة، أما الكتاب الرقمي نجد فيه بطريقة معينة وأكثر تفاعلية. هناك جمهور لكلا المجالين. تواجد عدد كبير من الشركات في هذا المجال يحتم عليهم ان يجدوا طريقه معينه لجذب الجمهور، ولهذا السبب حرصت اداره معرض الشارقه الدولي للكتاب توفر هذا الامرين في المعرض ولكل الجمهور. نعم، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الأستاذ سالم عمر سالم، رئيس المبيعات والتسويق في معرض الشارقة الدولي للكتاب، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الشارقة.